طيب يا شيخ، فيه يعني لفظة شركية يعني منتشرة، مثل يقول مثل من يوم جانا فلان المطر جاي، هذه يعني هل تعتبر شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، يقول إنه إن بعض الناس إذا جاء المطر وصادف مجيء المطر مجيء شخص آخر، قال لما جاءنا جاء المطر، فجعل مجيء الرجل سببا للمطر، وهذا كذب، وما أدراه أن الله أنزل المطر من أجله، فهذا قال على الله بلا علم، وفي هذا نوع من الشرك، لأنه أضاف الشيء إلى سبب غير معلوم، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. طيب شيخ، شرك أكبر أو أصغر؟ لا، ما يكون شرك أكبر، لا، ليس بأكبر، لأنه لم يقل هذا الرجل هو الذي جاء بالمطر.